أيضا مما تنقله صحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي سيسعى إلى استنفاد كافة الاتصالات المتعلقة بالتهدئة قبل أن يعاود هجومه على قطاع غزة. هذه النقطة لافتة، بمعنى أنه لن ينتظر انتهاء التهدئة، إنما انتهاء أو استنفاد كافة الاتصالات المتعلقة بالتهدئة. بمعنى ما التهدئة تنتهي اليوم عند منتصف الليل، فإنه بما يستشف من حديث في وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن الجيش الإسرائيلي لن يعاود الليلة شن هجومه على قطاع غزة، بل سينتظر انتهاء كافة الاتصالات المتعلقة بتمديدها، حتى لو كانت اتصالات التمديد خارج التهدئة نفسها، ومن ثم سيعاود الهجوم على قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي لا يؤكد هذا الأمر ولا ينفيه. أيضا بحسب صحيفة هآرتس فإن تركيز جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد انتهاء التهدئة سيكون على منطقة جباليا، سيحاول اقتحام هذه المدينة بعدما كانت كل جهوده خلال الفترة الماضية تتركز على حصار هذه المدينة، المدينة والمخيم بطبيعة الحال، والآن سيكون التركيز على منطقة جباليا. ذكر هذا الأمر يشير إلى أن خطط الاحتلال الإسرائيلي لعملية اجتياح بري جنوبي قطاع غزة التي كان يهدد بها الإسرائيليون ليست جاهزة بعد، تحديدا لمنطقة خان يونس، وسيعاود التركيز على مناطق شمالي القطاع.